السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية، الجزء الثاني من الجهاز التنفسي. المصادر اللي أخذت من عندها المحاضرة ممكن تستفاد من عندهم. المحاضرة السابقة اتكلمنا عن الريسبيراتوري سيستم وما هي اقسامه، وعرفنا انه يتكون من قسمين، الابر كوندكتنج بورشن واللور ريسبيراتوري بورشن، واخذنا كل جزء من اجزائه من بدايه النوزل كافيتي لحد ما هسه وين وصلنا. كل جزء نسيجيا درسناه. الان المحاضره هاي تكمل الاجزاء اللي درسناها. Epiglottis. The epiglottis is a flattened V-shaped structure with elastic cartilage supports. The epiglottis has upper and lower ends, internal and posterior surface, and two lateral borders. هنا أنا هذا مطيتكم section بالepiglottis للتوضيح إنه هو عبارة عن تركيب مسطح ورقي الشكل. والإلاستيك كارتليج راح يكون هنا سبورت للإبيكلوتس. هنا الإبيكلوتس يتألف من نوعين من الأنسجة، اللي هو ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايز إبيكليوم، واللي يكون بالأوروفارينكس واللارنجيال سيرفيس يتبطن بالريسبيراتوري إبيكليوم. The lingual surfaces are upper and upper parts of the laryngeal surface are covered by stratified squamous non-keratinized epithelium and the rest of the laryngeal surface is covered by respiratory epithelium. The upper part of the laryngeal surface where the epithelium is stratified squamous non-keratinized presence of some test spot. هنا بالذات بمنطقة الستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايز بالسطح اللارنجيال سيرفيس راح نشوف تيست بوت. اللامينا بروبريا كونسيست اوف كونكتيف تيشو وذ نومرس سيرس اند ميوكس جلاند ميكسد جلاند، راح نشوفها باللامينا بروبريا. الإلاستيك كارتليج is present underneath the lamina propria and provides the skeletal framework the epiglottis. هذا histological section through the epiglottis. هاي الرسومات غير مطلوبة، فقط للتوضيح. التراكيا section in the trachea can be identified by the naked eye because of the presence of a C-shaped plate of cartilage. احنا نقدر ان نشوفها بسبب وجود ان الكارتليج هنا هاي لاين ويكون شكله C-shaped، فلذلك هو هذا صفة مميزة. إذا نجي التراكيا تعريفها إنه هي فلكسيبل تيوب وتربط بين اللايرينكس والبرونكاي، طولها من 10 إلى 12 سنتيم وقطرها من 2 إلى 2.5 سنتيم، وتقع بالإنترن بالضبط بمنطقة مباشرة بالإنترنال تو ذا إيزوفيكس. إز كومبوز، تتألف مناطق من الميكوزا سب ميكوزا هالان كارتليج والأدفنتيرا. The luminal surface of the trachea is named by respiratory epithelium. النسيج المبطن هنا respiratory epithelium. Also called pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. Lamina propria is present underneath the lamina epithelium. Lamina propria, there is the submucosa with serous and the mucous gland. The ducts of these glands open on the luminal surface of the epithelium. C-shaped hyaline cartilage, the ends of the C-shaped cartilage are on the posterior aspect of the trachea. The two ends of these cartilages are joined by smooth muscle. هنا اللي يربط بين نهايتي الغضروف اللي يكون على شكل سي شيبت هي عضلات ملساء تسمى تريكيالز. هاي التريكيالز تربط بين نهايتي الهايلاين كارتليج.
التراكيا divided into principal bronchi in the thorax، تقسم إلى التراكيا من تدخل للثوراكس راح تقسم إلى two branch، كل branch نسميه برونكيول أو برونكاس اللي هي قصيبة. هذه البرونكاس تكون مشابهة للتراكيا يعني نسيجيا، لكن هناك بعض الاختلافات. هذا صورة كروس سكشن للتراكيا، يبين لنا طبقات التراكيا اللي هي أربعة اللي هي الميكوزا وسب ميكوزا وكارتليج، هنا هاي لاين صفة مميزة، هاي لاين يكون سي شيب ويربط بيناتهم تراكيالز مصلز اللي هي سموث مصل. والطبقة الأخيرة الأدفنشيا، هنا ترانسفير سكشن ثرو ذا تراكيا، نلاحظ هنا كلش واضح هذا السكشن الهاي لاين كارتليج، وشلون تشوفوه على شكل حرف سي، الرسومات غير مطلوبة. برايمري اور البرنسبل برونكاس، هنا التراكيا اتفرعت الى فرعين، كل فرع نسميه برونكاس. هذه تكون مشابهه للتراكيا راح لكن قبل ما تدخل للرئه لللانج. هنا بعض الاختلافات وجود. اول اختلاف انا سويت لكم اياه على نقاط. اول اختلاف انه الخلايا الموجوده بالريسبيرتوري ابيثيليوم تكون شورتر وليس نمبر اوف جوبلس سيل. ثاني اختلاف انه بتوين اللامينا بروبريا اوف ذا ميكوزا ذير ار باندلز اوف سبايرالي ارانجد سموث مسل كومبليتلي انسيركلينج ذا برونكس. الجلاند الثالث الجلاند الميكوزا ليس النمبر كومبيرد تو ذوز ان ذا سب ميكوزا اوف تراكيا. الكارتيلاجينوس رينكس كومبليتلي انسيركل ذا برونكس. هاي الاختلافات اللي بين البرونكس والتراكيا رغم انه هي تشبه التراكيا. نجي لللانج. اللانج are the principal organs of respiration situated in the thoracic cavity one on either sides of mediastinum. المديastinum اللي هنا هي a membranous partition between two body cavities or two parts of an organ especially that between the lungs. كل لانج تكون شكلها كونيكال وتغطى بالفيسيكال بلورا. It contains the terminal bars of the bronchial tree. هنا اللانج من تدخل البرونكاس لللانج نسميها هنا برونكيولز. برونكيولز دخلت هسه صارت برونكيولز ورسبيرتر برونكيول وبعدين الفيولاي داكت والف فيولاي بالإضافة إلى إنه البلاد فيزل. هنا اللانج شوفوا بالبداية إنه هي فقط تراكيا بعدين انقسمت إلى برونكاس. هنا بالرسم برنسبل برونكاس. البرنسبل برونكاس أو البرونكاس كل وحدة دخلت للرئة، كل وحدة راح تتفرع حسب فصوص الرئة. إذا كانت رئة يمنى راح تتفرع إلى ثلاثة أو عادي نسميها سكندري برونكاي وتيرشري برونكاي، وإذا كانت في الصين مثل الرئة اليسرى راح تتفرع إلى فرعين. هاي كلها ضمن الكوندكتينج بورشن. البرونكيول أيضا ضمن الكوندكتينج بورشن لحد البرونكيول. هذه لحد البروكيول انتهى الكوندكتينج بورشن. خاف يجي سؤال انه لحد البرونكيول كوندكتينج بورشن، يعني احنا بنريد هسه الكوندكتينج بورشن من هنا. الريسبيرتوري بورشن جزء من البرونكيول نسميه تيرمينال برونكيول يتحول الى ريسبيرتوري برونكيول. هذا اول جزء بالكوندكتينج الريسبيرتوري بورشن. اذا نقول الريسبيرتوري بورشن باللانج شو يتالف؟ يتالف من
respiratory bronchiole alveoli duct. alveoli الالفيولاي هي اللي تكون بيها التبادل الغازي، وظيفة التبادل الغازي، وهي أصغر جزء. لهنا أنا راح أتوقف وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. Thank you very much.